السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أشوف موقع CMMS، وده ممتاز في موضوع إدارة الصيانة في المشروع بتاعك. يعني بنلاقي هنا حاجات خاصة بالأسيتس، زي مثلا الحاجات الخاصة بالإكيومنت. فأنت عندك كل الإكيومنت اللي موجودة في المشروع، تقدر تضيف وتعمل أبلود، تقدر تحط كل المعلومات اللي أنت محتاجها زي هي موجودة في أي مكان، زي البراند اللي موجود، مثلا السيريال نمبر، طبعا رقم خاص بيها ما بيكررش، موجودة في فين، الديبارتمنت، السبيس، وهكذا. وتسيف، وهل هي في الستورج ولا في الريبير ولا في كل ما انت محتاجها عشان تعرف تضيف كل الأصول اللي أنت محتاجها للمشروع بتاعك. مينتيننس، بتبدأ بقى تحط مثلا في مشكلة حصلت، فبتعمل ورك أوردر إن في العامل الفلاني هيروح يعمل صيانة للحاجة ديت، للعنصر دوت. وبتحط الملفات اللي أنت محتاجها بحيث يبقى عندك خريطة للحاجات تعملها صيانة إمتى، والمعدات اللي اتغيرت، وهكذا. ميزة نظام ال CMMS إن لو شخص خرج من المشروع، فأنت عندك الداتا كاملة، إن إيه يعني إيه آخر حاجة التطورات اللي حصلت، هل في حاجة مثلا بقالها كتير ما اتغيرتش، في حاجات مثلا المفروض تغير زيت، تغير جزء معين من الصيانة، وهكذا. فتبقى عندك داتا شيت بكل المعدات، بكل الصيانة، بكل حاجة. هنا بيجيب لك المعلومات الكاملة لو انت عامل عندك حساب حقيقي ومشروع حقيقي. هنا لو في تاسكات موجودة فبيبدأ يجيبهم لك كلهم، بحيث ان انت تبقى عارف ايه الحاجات اللي بتعملها صيانة. ممكن في مكنة كل شوية بتخرب وتبوظ، فممكن ناخد قرار ان احنا مثلا نغيرها. طيب انا عايز اعرف انا بشتري الحاجات منين. ده هنا بقى بيبقى في كاتالوج بكل السبلايرز الموجودين اللي انا بتعامل معاهم، بحيث برضو اقدر ان انا اقيم السبلاير ده كويس، ده وحش، ده اتعاملت معاه قبل كده. طب عايز اتصل مثلا بمهندس كهربائي، فيبقى عندي داتا شيت بكل السبلايرز اللي ممكن احتاجهم، حاجه اشتريتها مثلا معينه.